عذرا اقبح من ذنب. يعني تعلمون ان الشخص احنا كي ساعات يفقد من مداركه العقليه الكثير، وقت يضرب جوع اضراب جوع ثلاث ايام يمكن ياثر معاه شيء يولي عنده رياكسيون تاع مخه ولا ينجم يفهمك مليح. هذا اضراب جوع بعد 50 او 54 يوم. اي كلام تتحدثون عن اقناع؟ احنا لجنه الدفاع لما توجهت منذ اسبوعين حاولت ان تقنعهم وحاولت ان تثنيهم، ولكن تعرفوا انه درجه العقل لما ينقص منه السكريات وتنقص منه الاملاح المعدنيه والبدن يبدا في حاله جوع مطبق، راه ما عادش ينجم يجاوب وملكه العقل تنحدر. فلم يكن من خيار الا ان يوضع تحت العنايه المركزه، لا ان يستشار. نحن كي نلقاو واحد باش ينتحر تدخل الناس الكل باش تمشي تشده. هذا شخص بلغ من الوضع الصحي والوضع العقلي انه لا يستجيب للحاله التي كان فيها، وصل الى شخص درجه لا يقدر فيها. هب ان شخصا قاصرا كان يريد ان ينتحر، هل تقول والله الشخص ثلاث سنين عمره راه حاولنا نقنعوه ما حبش ياكل؟ هذا امر يضحك، وهذا طريقه للتفصي من المسؤوليه. لن ارد عليها باكثر من هذا. ما قيل عن الاسباب الحقيقيه للاغراب؟ سمعنا ان هناك من قال ان هؤلاء يضربون على الطعام مطالبه بان يوضعوا في العزله او احتجاجا على وضعهم في السجن، ولانهم يرفضون الاقامه بين عموم مساجين الحق العام. هذا صحيح كان في البدايه، وانا شخصيا زرت البختي في بدايته ان شاء الله ربي يفرج عليه، زرته في البدايه وزرت حتى بشير القلي قبل ان يحضر الى الاستنطاق تقريبا يوم 24 او 25، عندما لانهم حضروا امام الاستنطاق تقريبا يوم 25 سبتمبر. ولكن محمد البختي وبشير قلي صحيح قالوا ان البدايه كانت من اجل ذلك، من اجل الوضع في السجون المزري، لانهم خلطوهم مع مساجين حق عام، تعرفوا ان هذا ما عندهم التزام ديني، وانهم كي تحطهم على ناس يسبون الجلاله صباح مساء، وتحطهم على ناس يدخنون سجائر محشوه احيانا بماده القنب الهندي. يعني هذه على مسؤوليتي نقولها، ولسان الدفاع الذي زار يوم الجمعه 2 نوفمبر وقف على هذه الحقيقه، وذكر له من الموقوفين من هذين ومن غيرهما الذين كانوا اكثر معنا وعيا وكانوا في حاله صحيه افضل، قالوا ان المخدرات عادت الى السجون وتستهلك على مرأى ومسمع المساجين. وتعلمون انه احنا خارج السجون نعمل ما يسمى اسباس نون فيمور، ونحط للمدخنين مكان ولغير المدخنين مكان. يا اخي الشخص نحطوه في ايقاف تحفظي، اليس من حقه ان يكون في مكان لا يكون فيه محكومون ب 20 سنه؟ هذا مازال تحت الايقاف، يعني مازال القضاء لم ينظر ولم يبت في حكمه. الاولى ان كان يعزل هو والموقوفين تحفظيا، الاولى ان المدخنين لا يوضعون مع المدخنين مع غير المدخنين، الاولى ان من كانت له وضعيه صحيه حرجه او مضرب عن الطعام لا يوضع في مكان مع ناس كيف هذا. تعرفوا انه بعد كيف تدخلت اداره السجن؟ اخرجت خمسه حالتهم الصحيه لا تختلف عن بشير رحمه الله وعن محمد بختي، ووضعتهم في غرفه. يعني افضل واحد فيهم حالا لم يكن قادر على ان يعين الاخرين، لانه كان هو بيده في وضعيه سيئه جدا. ما حصل في السجن كانه تشفن، يعني كي تحطهم خمسه من الناس ما معهمش شخص قادر على ان يعينهم. هذه شهاده ليست من عندي، هذه شهاده احد الذين افرج عنهم قبل يومين، يعني افرج عنه مساء يوم الاربعاء وتلبان. هذا وعلى ضمان تحبوا تسمعوه اسمه انور العروسي مستعد لان يشهد بذلك. والبارح كان معنا مسكين في المستشفى وكان يبكي على فراق حبيب قد جمعتهم زنزانه واحده. الشخص هذا ياكد لي قال لي راهو احنا كنا غير قادرين ان نقوم بشاننا ناهيك ان نعين البقيه اللي متعكر حالتهم. ثم حاجه اخرى، كانوا ينقلون بسيارات، سيارات مش سيارات اسعاف، كانوا ينقلون بسياره نقل المساجين العاديه، تتفرش لهم زاوره ولا جرايه وينقلوهم. الان ذكرتني في مساله، الان كانوا ينقلون وكانوا ينقلون من مكان الى مكان لشكون؟ مره هزوهم لوزاره العدل قابلهم مدير ديوان، ومره هزوهم للوكيل العام في محكمه السناف قابلهم مدير هبطلهم للامبيلونس، ومره مشى قابلهم القاضي التحقيق المتعهد بالقضيه، ومره قابلهم ما نعرفش واحد مساعد في الجمهوريه، ومره مشى لهم واحد من وزاره حقوق الانسان. يا اخي انت تمشي الناس الان اضربوا عن الطعام لمده تجاوزت الحد المعقول اللي يبرك جمال مش يبرك عباد. كيفاش تمشي تناقش معاه تقول ارفع الاضراب وهو في حاله يشرف على الهلاك؟ الان كان من المفروض العنايه اللي دخلتهم لها منذ يومين
كان من المفروض أن يدخلوها منذ مدة. ثم حاجة أخرى بالله يا نفس نظر مثالش اليوم، خلينا نكون صريحين يا أخي، وزارة الصحة تعتبر أنه مستشفى سانيكول مستشفى للآدميين؟ إحنا البارح موجودين في الواحد في مكان ذاك، والله سامحوني وعفى الله الجميع، والله اصطبر، والله شبيبي اصطبر، يعني الإرجونس نتاع شارنيكول هذا نتاع القسم الاستعجالي شبه الصبر، حالة غير ما تنجمش تشوف الحالة للبناية وتشوف الحالة نتاع النظافة تقول هذا مكان يموت فيه الناس ويدفن، هو أقرب إلى تهيئة المقبرة لا إلى إنقاذ الناس. يعني علاش ما تهزوش عيني أخرى؟ يا أخي ولادنا مش غالين علينا؟ بالله عليكم سأسألكم سؤالا وأعرف الإجابة ولا أنتظر منكم. لو كان أجنبيا قد أضرب عن الطعام في سجوننا وكان قاتل 100 روح، زعما نعملوه بهذه الطريقة نخلوه يهلك؟ هل أصبح عندنا الأمريكي والفرنسي والألماني أغلى من دم التونسي؟ سيد وزير الخارجية لما سئل عن أحداث الصفارة قال الحمد لله لم يكن هناك ضحايا. تدخل السيد المذيع في احدى القنوات الخاصه وقالوا لا هناك ضحايا من التونسيين، قالوا لا كنت اتحدث عن الضحايا من الامريكان. يعني اصبح الامريكي اغلى دم من التونسي عند وزيره. انا اقول اليوم اذا كان مسير تحرك جد، واذا كان التكاري بشير التكاري وزير العدل السابق في عهد بن علي، واذا كان عبد الرحيم الزوير يفرج عليهم لاسباب صحيه ونلقاو ناس تضرب في الطعام وتهلك لاسباب صحيه، فيا خيبة المسعى ولا تصدقوا يا توانسة أنكم عملتوا ثورة. لم تقم ثورة في هذه البلاد، لم يقم أي شيء ولم يتغير أي شيء. أنا نقول لكم أنه الأمر ما زال يحتاج إلى رجال يتحركوا تحركا جديا ويقوموا بواجبهم، وإلا فلا تلوموا الشعب التونسي بعد ذلك عما يفعل، لأنه مهيئ ليقوم بثورات وثورات لينتزع يعني أمور. أنا أقول أني اتصلت بالطبيب المشرف على شيف سيرفيس، المشرف على حيث يرقد بختي، ووضعيت بختي يقول لي أنها سيئة جدا، وأنه يعاني من نزيف داخلي في الرأس، وأنه في مخه إن شاء الله ربي يشفيه، وأنه الآن موجود سوماشين معناه موجود بالآلات يتنفس، وأنا لاحظت البارح ذلك لا يتجاوب فأمه، وهناك تسريبات عن وفاته، ولكن إلى حد الآن لم يؤكد ذلك جهات رسمية ولم يؤكد المشرفون على ذلك، رغم أني كنت قبل بداية هذه الندوة أتصل بالسيد رئيس القسم هناك في الساميو في المونفلوري، إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله.